معي اليوم بفاميلي الشيخ خلدون عريمت. موضوعنا طبعا عن الصيام وعن عيد الفطر. الشيخ خلدون هو الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك شيخ، نورتنا وينعاد عليك بالصحة على كل الطائفة الإسلامية وعلى كل العالم العربي بشكل عام. بداية أقول لك وللسادة المشاهدين اللبنانيين وكل الناس كل عام وأنتم بخير، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأيام المباركة هي أيام خير ومحبة وسلام للبنانيين جميعا وللعرب والمسلمين وللمجتمع البشري بكافة تنوعاته وأقوامه وشعوبه، لأن هذا هو دورنا كمسلمين في لبنان وفي العالم، أن نقدم السلام والخير والمحبة والرحمة لكل الناس، لأن الإسلام هو دعوة للسلام ودعوة للإيمان ودعوة للتراحم والتعاون والتلاقي بين كل الأمم والشعوب، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى لرسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هنا فإننا أو الذي يتابع ويقرأ القرآن الكريم يجد أن كل الآيات أو أكثر الآيات توجه الخطاب للناس وللإنسان. إذن الناس والإنسان هو محور الدعوة وهو محور الرسالة الإسلامية ومحور كل الرسالات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسل من آدم عليه السلام إلى نوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أي شيخ، يعني حضرتك حابب هيك تضوي شوي على هالموضوع عكس ما عم نشوف حاليا ببعض المناطق وعكس ما عم نشوف أو نشاهد تصرفات بعض المتطرفين؟ شوفي، يعني بداية أنا أريد أن أقول بأن العيد لدينا في لبنان وفي المنطقة بقدر ما هو عيد ديني هو عيد وطني لكل الناس، لأننا نفرح عندما ننتهي من عبادة. المؤمن عندما ينتهي من العبادة يفرح لأنه انتهى من عبادة لله ثم بدأ فرحه بعبادة. وكيف العبادة؟ هو أن نقوم صباحا نصلي لله شكرا على ما أديناه من عبادة لله سبحانه وتعالى. إذن الفرحة لدينا نبدأ بطاعة الله، ننتهي من طاعة الله ونبدأ بطاعة الله، ونبدأ بكلمة الله أكبر وكل عام وأنتم بخير لكل الناس. إذن عندما ننطلق من رسالة الإسلام الحقيقية، هذا يعني أن المسلم في كل زمان ومكان عليه أن يكون المثل والمثال للرحمة والتواصل والمثالية في القول والفعل. أما ما يحصل الآن في ساحتنا العربية والإسلامية والدولية وما ينسب إلى الإسلام، فهذا لا شك أنه ظلم للإسلام كعقيدة، وهو ظلم للمسلمين الملتزمين بعقيدة الإسلام. ما يحصل الآن في مجتمعنا العربي والإسلامي يتناقض تماما مع عقيدة الإسلام التي يقول فيها سبحانه وتعالى في من كلام رب العالمين: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن
الهدف هو الإيمان بالله والتعارف، والتعارف حكما يتناقض مع التقاتل، حكما يتناقض مع الصراع. أيها الناس إلى ما تتقاتلون؟ الحرب من عمل الشيطان، والسلم أولى بكم ففيه ذواق النعيم الذي تشتهون. شكرا. تحية الإسلام السلام. نعم. ولم تكن يوما من الأيام تحية السلام الحرب أو الإقصاء أو التهميش أو الظلم أو العدوان. لكن لا شك هناك مشكلة في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي وفي هذا الشرق. هناك ظلم يعيشه هذا المجتمع، وأنا أعتقد بأن التطرف والإرهاب بدأ مش الآن منذ أشهر أو سنوات، وإنما بدأ منذ ما يقل أو ما يزيد عن 50 عاما، عندما ظلم الشعب الفلسطيني في فلسطين. شكرا على هالتوضيح شيخ، التوضيح اللي بالفعل قد ايه مهم لحتى الناس ترجع تفكر مظبوط بالدين، تفكر مظبوط بكل معاني الدين والقرآن والإسلام وأي دين آخر. فمنشان هيك نحن اليوم رح نحكي شوي عن معنى الصيام، ليه منصوم، وعن معنى عيد الفطر. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز أن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الصيام ليس محصورا بالمسلمين، وإنما محصور وإنما هو ممتد إلى ما جاء به سيدنا المسيح عليه السلام، وما جاء به سيدنا موسى عليه السلام، وما جاء به الأنبياء من قبل سيدنا نوح وآدم وهود وصالح وكافة الأنبياء والرسل منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى يومنا الحاضر. والصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب، والامتناع عن اللغو، وامتناع عن الإيذاء والفتن، ما ظهر منها ولا وما بطن. وليس المقصود الصيام هو الامتناع فقط عن الطعام، وإنما منع الجوارح من أن يقدم للناس أو يسيء للناس بالقول والفعل. والصيام هو تهذيب وإعادة تصحيح لمسيرة الإنسان. الإنسان بطبعه هو يخطئ ويصيب. دعوة الصيام ودعوة الإيمان هي محطة لإعادة تصحيح مسيرة الإنسان وإعادته إلى جادة الصواب، لأن الإنسان في حقيقته هو خليفة لله في ملكوت الله للقيام بعبادة الله ولبناء الأرض بالأمن والسلام والرحمة والدعوة والتواصل والتلاقي بين الناس جميعا. عندما ينحرف الإنسان عن جادة الصواب لابد من محطة معينة تقول له قف عند هذا الانحراف وعد إلى جادة الصواب. إذن الصيام هو محطة سنوية تعيدنا، ومدرسة سنوية مدتها شهر، أي أنها دورة سنوية لمدة شهر تعيد تأهيل الإنسان ليعود إلى عبادة الله. وهيدي فرصة يعني. نعم. للإنسان صحيح. ليرجع يصحيح ليعود إلى تصحيح مسيرته. كما أن دعوات الأنبياء والرسل منذ آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء والرسل حملوا رسالة واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله، دعوة إلى عبادة الله وتكريم الإنسان واحتضان الإنسان وإسعاد الإنسان. فكانوا الأنبياء والرسل يحملوا هذه الدعوة للإنسان ليقولوا له انتبه، أنت بدأت تسلك
طريق يتناقض مع دورك على هذه الأرض. إذا الدعوات التي جاءت، كل الدعوات هدفها الأساسي عبادة الله وتكريم الإنسان، ومن هنا كان قوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، بغض النظر عن عرقه أو دينه أو لونه. والتكريم يزداد وينقص بقدر قرب الإنسان إلى ربه. وهل الفطر هو الاحتفال بهالقرب أو الاحتفال بانتهاء عيد الفطر؟ هو مناسبة لأن نفرح، ونفرح بأننا أدينا صوما وعبادة لله سبحانه وتعالى. إذا نحن نفطر على كلام الخير وعلى كلام المحبة وعلى كلام الإيمان، الدعوة إلى عبادة الله الواحد القهار. إذا نحن نفرح، نفطر، نعود ما منع عنا من طعام وشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نفطر على هذه الأشياء الحسية ونفرح ونسعد. لما نسعد؟ لا لأننا نريد أن نتناول طعاما لم نتناوله على مدى شهر خلال النهار، وإنما نفرح لأننا أدينا عبادة. وهون ضمن أو صلب الموضوع أنه يتذكروا الناس أنه هالصيام أو هالفطر منه فطر بالطعام شيء، وإنما نفرح لأننا أدينا عبادة لله. وكيف نفرح؟ لا بالمعصية ولا بالاعتداء ولا بالقتل، بالمحبة، وإنما نفرح بعبادة الله. ولذلك عندما نبدأ بالإفطار نتناول من الناحية الشرعية أن المؤمن عندما يستيقظ صباحا يأكل ما كان غير مباح، يتناول طعاما قليلا ولو حبة تمر، ثم ينطلق إلى أين؟ صلاة، إلى الصلاة، إلى عبادة الله، وبكلمة الله أكبر. شكراً. إذا انتهى من عبادة وبدأ يفرح بعبادة أخرى، وهي أن يخضع لله وأن يركع لله. وتصوري عندما يكون الإنسان مع الله خمس أوقات في اليوم ومع الله أسبوعياً، لا يمكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى. شكرا لحضرتك شيخ خلدون عريمة، حضرتك الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بنقدر نتسمع على كلامك النهار بطوله. يا أهلا وسهلا، تحيتي لك ولكل الإخوة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير، وأن يعود هذا البلد آمنا مستقرا لجميع أبنائه. شكرا. بإذن الله. شكرا. أنا رح أنتقل لعن تينا. بونجور تينا. صباح الخير رانيا، صباح الخير لكل المشاهدين. بدي أعيد أكيد كل اللبنانيين عم يحضرونا من لبنان، من خارج لبنان، وقريبا رح يكونوا معنا هون بأسواق بيروت. اليوم نهار مميز، وكمان ولدا رح يكون مميز اليوم. ما عم نكون عم نحضر أطباق عادية بالمطبخ، ولكن رح نشتغل مع شيف جاد بين الساج والكب النية، فرح أعطيكم خلطات مختلفة رح نحضرها للساج. وإذا خلطت أي معي، أول شيء رح بلش بخلطة الكشك. مش هلا رح ننتقل لعندك لحتى تاخدي راحتك بكل الرسالتين. تفضلي.